وصل يوم النبي مع ابنه عبد الله. اهلا 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 بابن العاص. لقد طلت غيبتك وزاد شوقنا اليك، وهذا ما اكنه لك ايضا، ولكن فيما طلبتني. تفضل تفضل واستريح يا ابن العاص. كيف حالك يا عبد الله؟ لدينا ضغط كثير لنتحدث بالامر. طمني كيف حالك؟ وصل عمران بن حصين وابو الاسود الذؤلي. ادخلهما. السلام عليك ايها الامير. السلام عليك ايها الامير. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسمعا، لا وقت لدينا، انطلقا الى ام المؤمنين عائشه فعلما علمها وعلم من معها وفيما قدومها. لك ذلك ايها الامير. خرجتم أيها الناس كي تقاتلوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؟ غفر الله لك أيها الرجل، كيف نخرج لقتاله وهو في المدينة ونحن قرب البصرة؟ فيما قدومكم إذن؟ للإصلاح والنهوض بالناس للاختصاص من قتلة عثمان. والله ما نبغي غير ذلك، لنكونن عونا لكم بإذن الله. بإذن الله. يا أم المؤمنين، إن أميرنا بعثنا إليك نسألك عن مسيره، فهل أنت مخبرتنا؟ والله ما مثلي يسير بالأمر المكتوم. إن الغوغاء من أهل الأمصار ونزاع القبائل غزوا حرم الرسول عليه الصلاة والسلام، وأحدثوا فيه الأحداث وآووا فيه المحدثين، فاستوجبوا لعنة الله ولعنة الرسول، مع ما نالوا من قتل إمام المسلمين بلا ترة ولا عذر، فاستحلوا الدم الحرام فسفكوه، وانتهبوا المال الحرام، وأحلوا البلد الحرام والشهر الحرام، ومزقوا الأعراض والجلود، وأقاموا في دار قوم كارهين لمقامهم، ضارين مضرين غير نافعين ولا منتفعين، لا يقدرون على امتناع ولا يأمنون. فخرجت في المسلمين أعلمهم ما أتى هؤلاء وما فيه الناس وراءنا، وما ينبغي لهم أن يأتوا في إصلاح هذا الأمر. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ونهض في الإصلاح في من أمر الله وأمر رسوله الصغير والكبير والذكر والأنثى. فهذا شأننا إلى معروف نأمركم به ونحضكم عليه، ومنكر ننهاكم عنه ونحثكم على تغييره. سأبلغ الأمير بذلك. كنت قد عزمت على زيارة بيت الله الحرام أكثر من مرة، لكن المرض والوهن قد نالا مني، وأخشى أن ألبي نداء ربي قبل أن يكتب لي زيارة بيتي. سأطلب منك مالك أن يؤدي العمرة عوضا عني. أيحق له ذلك؟ أخبرني القعقاع أن امرأة من خثعمي قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبي شيخ كبير وعليه فريضة الله في الحج، وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره،
قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحشي وعليك السلام. ما لك مصهر الوجه؟ لا شيء يا أمه. قل يا بني، ما الذي أزعجك؟ شب حريق قرب دار الإمارة وكاد يمتد إلى الدار لولا أن أدركته وأخمدته قبل أن يندلع ويشب في الدار. خيرا فعلت. ما الذي أزعجه؟ تصرف أبي موسى الأشعري، فقد حاول أن يقدم لي جائزة على عملي هذا فرفضت. لماذا رفضت؟ لم أفعل ذلك لأنال الجوائز والرضا، بل فعلته لأن الله أمرنا بمساعدة إخواننا. وما الضير في قبول الجائزة؟ قاتل أبوك وعمك رحمه الله في معركة القادسية أشرف قتال، فكافأهما أمير المؤمنين بالخيول والسيوف، فهل رفضا الجائزة واعتبرها تنتقص من شرف قتالهما؟ لا، لكني سمعت أن أمير المؤمنين عليا قال: لا يمكن لمن رفع الظلم عن أحد أن يقبل هدية من رفع الظلم عنه، وأنا رفعت ظلما كان سيصيب أبا موسى الأشعرية في حال التهمت النار دار الإمارة. يا بني، كلامك لا ينطبق على حالتك، فأمير المؤمنين قال كذلك. لا تسأل السلطان شيئا، إذا أعطاك فخذ، فما في بيت المال من الحلال أكثر مما فيه من الحرام. إلى أين؟ إلى الأمير أبي موسى الأشعري، فأنا مدين له باعتذار. وهذا ما كان من أمرنا أيها الأمير. إنا لله وإنا إليه راجعون. دارت رحل الفتنة ورب الكعبة. أشر علي يا عمران. اعتزل، فإني سأعتزل قاعدا في بيتي. اعتزل؟ كيف أعتزل وأنا والي أمير المؤمنين على البصرة؟ لا، لن يكون هذا، بل سأمنعهم حتى يأتي أمير المؤمنين. نادي يا أبا الأسود بالناس كي يلبسوا السلاح ويجتمعوا في المسجد. سأسير بهم إلى سوق المربد أول البصرة، علنا نلتقي بالمطالبين بدم عثمان. عسى أن نجتمع على رأي. يا أمير المؤمنين، إن أردت الصلح فأبو موسى صاحبه، وإن أردت القتال فما هو بصاحبه. هذه حال الكفر. والله ما أريد إلا الصلح ووحدة هذه الأمة. ماذا يقول أبو موسى الأشعري؟ ينهى الناس عن الفتنة ويأمرهم بالقعود بالبيوت. ما جئنا إلا لنمنع الفتنة، ومنعها قد يحتاج إظهار القوة. يا محمد بن أبي بكر، يا محمد بن جعفر، أنتما رسولاي إلى أبي موسى الأشعري، سأكتب إليه كتابا عليكما إيصاله إليه. السمع والطاعة لأمير المؤمنين. فإنه قد كان من قتل عثمان ما قد علمت، وقد خرجت مصلحة بين الناس، فمر من قبلك بالقرار في منازلهم والرضا بالعافية حتى يأتيهم ما يحبون من صلاح أمر المسلمين. أبلغ أم المؤمنين أن هذا رأيي الذي لا أحيد عنه، لن أشارك في هذه الفتنة، وسأفعل ما بوسعي لمنع الناس من الدخول فيها. السلام عليك يا حواري يا رسول الله. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. إني أدعوك إلى حقن دماء المسلمين وأطفاء نار الفتنة.
فهل قدمنا إلى لهذا؟ دم المسلم على المسلم حرام إلا قتلت عثمان. أيها الناس، إن في القصاص إعزازا لدين الله عز وجل وسلطانه، والطلب بدم الخليفة المظلوم إنما هو طلب بإقامة حد من حدود الله، وإنكم إن فعلتم أصبتم وعاد أمركم إليكم، وإن تركتم فلن يقوم لكم سلطان ولن يكون لكم نظام. ليس منا من أنشب قتالا، استعنوا بالله أيها المسلمون، ليس منا من أنشب قتالا، المسلم على المسلم حرام. أيها المسلمون استهدوا بالله، أوقفوا القتال. أيها المسلمون أوقفوا القتال، كفوا القتال أيها الناس، كفوا القتال، أوقفوا القتال. جئنا نعلن الطاعة لأمير المؤمنين والسير إليه والقتال معه، فما تقول؟ كان الرأي بالأمس ولا يزال كما هو، إنما هما أمران، القعود وهو سبيل الآخرة، والخروج وهو سيزيد الفتنة، فاختاروا. بارك الله فيكم، والله لا يرغب أمير المؤمنين خلاف ما ترغبون، وقد أوصاني بالجنوح إلى السلب وإصلاح بين الناس، ولا أراكم إلا اتفقتم مع أمير المؤمنين وتعاونتم معه عندما يصل إلى هنا. متى يصل؟ هو في الطريق، هل لي بطلب منكم؟ ما هو؟ إنما أنا وال على البصرة، وفيها من الغوغاء الذين ساهموا في قتل عثمان الكثير، هل لي أن أطلب منكم البقاء خارج البصرة حتى عودة أمير المؤمنين؟ إني أخشى والله عليكم من فتنة يرمونكم بها. لك ذلك. هكذا ينتهي ابن أبي وقاص فارس القادسية ومرشح الخلافة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الفتنة من كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. لهذا جئت حميراء الأسد؟ لا، لم تكن لدي حميراء الأسد، سألته هل لم يكن عنده إبل ولا غنم ولا أرض ماذا يفعل؟ أتدرين ماذا أجابني؟ ماذا أجابك؟ قال لي: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، ثم لينجو إن استطاع النجاة، ثم رفع يديه وقال: اللهم هل بلغ، اللهم هل بلغ، اللهم هل بلغت؟ أنت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون هناك فتنة القاعد فيها خير من القائد، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الراكب. وقد جعلنا الله إخوانا وحرم علينا دماءنا وأموالنا، وإن الفتنة إذا أقبلت شبهت وإذا أدبرت تبينت. علي العودة ليرافق الحسن بن علي وعمار بن ياسر الذي قار أروح ولا في المسلمين في خطر، إن لم أتحرك قد أحمل نفسي وزرها. يا أمير المؤمنين، قد جاء الحسن وعمار والقعقاع ومعهم آلاف المقاتلين من أهل الكوفة. يا أهل الكوفة، يا أهل الكوفة، أنتم وليتم شوكة العجم وملوكهم، وفضضتم جموعهم حتى صارت إليكم مواريثهم، فأغنيتم حوزتكم وأعنتم الناس على عدوهم، وقد دعوتكم لتشهدوا معنا إخواننا من أهل البصرة، فإن يرجعوا فذاك ما نريد، وإن يلجوا داويناهم بالرفق وبايناهم حتى يبدؤون بظلم، ولن ندع أمرا فيه صلاح إلا أثرناه على ما فيه الفساد إن شاء الله، ولا قوة إلا بالله. أنا أبو الأعور المنقري. يا أمير المؤمنين، أخبرنا عن سبب قدومك. قدمنا للإصلاح وإطفاء العداوة، لعل الله يجمع شمل هذه الأمة بنا ويضع حربهم إن أجابوني. فإن لم يجيبوا؟ تركناهم ما تركونا. فإن لم يتركونا؟ دفعناهم عن أنفسنا. فهل لهم مثل ما عليهم من هذا؟ نعم. يا أمير المؤمنين، سمعنا أن أم المؤمنين عائشة تلعن قتلة عثمان في المربد. وأنا ألعن قتلة عثمان، لعنهم الله في السهل والجبل، لعنهم الله في السهل والجبل، لعنهم الله في السهل والجبل. متى يا ابن العاص في مسير أم المؤمنين وطلحة والزبير إلى البصرة؟ فعلوا الصواب، فلهم في قلوب أهل البصرة محبة عظيمة، وسينصرونهم في مطلبهم القصاص من قتلة عثمان. وهل تتوقع أن يقع صدام بينهم وبين علي بن أبي طالب؟ بما أنه سار إلى الكوفة والنفوس مشحونة وقتلة عثمان طلقاء، فإن وقوع الصدام أمر قائم، والله أعلم ماذا ستكون نتائجه. ولكن خروج طلحة والزبير وعائشة أم المؤمنين إلى البصرة أمر فيه صالح. أنا أعرفهم جيدا، يريدون الاقتصاص من قتلة عثمان، ولن يتمكنوا من ذلك إلا إذا جمعوا من قوة الجند ما يكفي. وظني بهم أنهم يجمعون حولهم الناس والجند فقط ليقنعوا عليا بأن حوله قوة تنصره إن أراد القصاص من قتلة عثمان، وترهب القتلة حتى لا يزيد الفتنة شرا. أما علي فولاة أمصاره يمتلكون من الجند أكثر مما لديه، وفي عنقه هيبة الخلافة، وهيبة الخلافة تحتاج لقوة حقيقية كي تحميها. إذا امتلك الطرفان القوة قد يتقاتلان. القوة للردع وليست للاستخدام، وعندما نستخدمها نكون قد فقدنا كل الحلول الأخرى، وهنا نضع قوتنا على محك الاختبار، وهذا خطأ. اسمع، علي لن يحاربهم لأنهم رعايا مسلمون وهو مسؤول عن رعيته، وهم لن يحاربوه لأنه لم يفعل لهم شيئا ولا ضغينة بينهم. أنت تقول هذا؟ نعم، والله ما أخذ على علي إلا قضية دم عثمان، وأنا عازم على القصاص من القتلة، وقد أعلنت هذا الأمر هنا في الشام، وجمعت له الرجال وشحذت الهمم، وأنا سائر فيه حتى النهاية. وإذا حمل عليك علي وحمل عليك الروم،
ماذا تفعل؟ أحاول ما أستطيع أن أحمي الشام وأحافظ عليها في وجه أي خطر يهددها. فإن لم يكن لدي خيار آخر فسأسعى إلى الوصول إلى حل مع علي، أضم فيه جيشي إلى جيشه ونقاتل عدو الله معا. اذهب إلى طلحة وزبير فادعوهما إلى الألفة والجماعة وعظم عليهما الاختلاف والفرقة. لك ذلك يا أمير المؤمنين. كيف أنت صانع فيما إذا سألاك ما ليس عندك فيه وساطة مني؟ أكلمهما بالذي أمرت به، فإذا جاء منهما أمر ليس عندي منك رأي فيه اجتهدت الرأي وكلمتهما على قدر ما أعرف وأرى ما ينبغي فعله. أنت لها، انطلق يحفظك الله. ماذا ترى أنت يا قعقاع؟ يا أمة، هذا أمر دواؤه التسكين، لابد من التأني في الاقتصاص من قتلة عثمان. فإذا انتهت الخلافات واجتمعت كلمة الأمة على أمير المؤمنين تفرغ للاقتصاص من قتلة عثمان. وإن أنتم اتفقتم معه كان هذا علامة خير وتبشير رحمة. وإن لم يحدث هذا؟ كونوا مفاتيح خير كما كنتم دائما، ولا تعرضوا الأمة للبلاء فيصرعنا الله وإياكم. نصبت والله يا قعقاع. وأيم الله، وأيم الله يا زبير، إني لأقول قولي هذا وإني لخائف أن لا يتم حتى يقضي الله أمره في هذه الأمة. أحسنت، أحسنت وأصبت المقالة. فإنا نرجع إلى رأيك، فارجع، فإن قدم علي وهو على مثل رأيك صلح هذا الأمر إن شاء الله. أبلغه ذلك؟ نعم، أبلغه باسمنا جميعا. عندما جاءني كتاب الزبير وأم المؤمنين يستنصران فيه على الطلب بدم عثمان أتاني أفظع أمر أتاني قط. فقلت في نفسي إن خذان هؤلاء ومعهم أم المؤمنين وحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم لشديد، لكني عندما سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتنة قررت الاعتزال عنها. لكن أهل البصرة يرتعدون خوفا من أن تسبى نساؤهم وتقتل رجالهم إن انتصر علي عليهم. يا أمير المؤمنين، لقد تحاورت مع أم المؤمنين عائشة وطلحة والزبير واستطعت بفضل الله أن أقنعهم بصحة موقفنا، فتركوا رأيهم القديم بوجوب سرعة القصاص من قتلة عثمان وقالوا ارجع، فإن قدم علي وهو على مثل رأيك صلح الأمر إن شاء الله. بارك الله فيك والحمد لله الذي أرجعهم إلى الحق على يديك. يا أبا الحسن، إن قوما بالبصرة يزعمون أنك إن ظهرت عليهم غدا قتلت رجالهم وسبيت نساءهم. غفر الله لهم يا أحنف، إنهم قوم مسلمون وما مثلي يخاف هذا منه. هذا ظني بك يا أمير المؤمنين. يا أمير المؤمنين، إن شئت دخلت معك فيما أنت فيه، وإن شئت كففت عنك 10,000 سيف، فمرني بما تريد. ما نبغي إلا الصلح، وقد تعاهدنا مع أم المؤمنين وطلحة والزبير على ذلك،
فاكفف قومك، فإن هذا هو ما نبغيه منك الآن. لك ما شئت يا أمير المؤمنين. ألا وإني راحل غدا فارتحلوا، ألا ولا يرتحلن أحد أعان على عثمان بشيء، وليغني السفهاء عني أنفسهم. الارتياح تبدو على الجميع، وما أظن الحديث إلا حديث ود ومعاتبة. أمل ذلك. وأنا كذلك. تكلمنا فيما اختلفنا فيه، ولم نجد أمرا أمثل من الصلح، فتوافقنا على حقن دماء المسلمين والسعي إلى إصلاح ذات البين بينهم والقصاص من قتلة عثمان في الوقت المناسب. الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! أما طلحة والزبير فقد عرفنا أمرهما، أما علي فلم نعرف أمره حتى كان اليوم، ورأي الناس فينا والله واحد، وإن يصطلحوا عليا فعلى دمائنا. يا قوم، إن عزكم في خلطة الناس فصانعوهم، وإذا التقى الناس غدا فأنشبوا القتال، ولا تمهلوهم للنظر في أمرهم، لأنهم قد يستبينون ما حدث، فيأخذ علي وطلحة والزبير ومن رأى رأيهم بالتنكيل بنا. نعم الرأي، سننشب القتال عند الغلس. أمكث أنت قريبا من خيمة أمير المؤمنين حتى إذا نشبت الحرب وسأل أجب، ما انتبهنا إلا والقوم بيننا يباغتوننا فرددناهم. انطلقوا، عند الغلس نبدأ عملا. أخبرني يا أمير المؤمنين، ما أصابك يوم قتل عثمان؟ اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان، ولقد طاش عقلي يوم قتل عثمان. وأنكرت نفسي وجاءوني للبيعة، فقلت والله إني لأستحي من الله أن أبايع وعثمان قتيل على الأرض لم يدفن بعد، فانصرفي. فلما دفن رجع الناس فسألوني البيعة، فقلت اللهم إني مشفق مما أقدم عليه، ثم جاءت عزيمة فبايعت. ما هذا؟ أرقنا أهل الكوفة. ما الذي حدث؟
وجنب أهل البصرة بيننا يغدروننا فرددناهم. كانت معركة رهيبة، حاول علي منعها فأرسل منادياه يصرخ بالناس: أيها الناس كفوا عن القتال. لم يسمع أحد نداءه، الكل كان مشغولا بقتال خصمه. طلحة والزبير ماذا فعلا؟ كانا على رأس الجيش، أما الزبير فقد جاءه رجل يعرض عليه أن يندس في جيش علي بن أبي طالب ثم يفتك به، فنهاه الزبير بغضب وقال: ويحك يا رجل، كيف تقول هذا في حق علي؟ لا يفتك بمؤمن، فكيف بمثل علي؟ رحم الله الزبير. قتل في المعركة؟ لا، كان في ساحة المعركة يأمر الناس بالصلح وينهى عن القتال، ثم خرج قبل الظهيرة من المعركة. لم يشارك في القتال لأنه لم يرغب فيه، حتى نزل وادي السباع، وكان عمرو بن جرموز قد لاحظ ترك الزبير المعركة فأدركه في وادي السباع. ابن جرموز رأس الزبير وأتى به أمير المؤمنين طمعا أن ينال حظوة لديه، فغضب أمير المؤمنين وغضب وقال له: بشر قاتل ابن صفية بالنار. رحم الله الزبير وعفى عنه. طلحة بن عبيد الله، ماذا حدث له يا قعقع؟ رحم الله أبا محمد، كان يراه وسط الجميع وقد غشيه الناس يصرخ. أيها الناس،
رحم الله طلحة مات في ذاك المنزل، فقد رآه أمير المؤمنين ميتا فقال: عزيز علي أن أراك مجندلا في الأودية أبا محمد. رحم الله طلحة وغفر له ولجميع المسلمين. علي وعائشة، ألم يقدرا على إيقاف هذه الحرب؟ حاولا. أرسل علي غلاما كوفيا يرفع المصحف لإيقاف القتال، وأرسلت عائشة كعب بن مسور بالمصحف إلى ما بين الصفين لنفس الغرض، إلا أنهما قتلا بسهام من لا يريد الصلح. ماذا حصل لعائشة؟ ماذا حصل لأم المؤمنين؟ التف جيش البصرة حول أم المؤمنين يدافعون عنها، شكلوا أسوارا حول جمالها الذي أمسك بخطامه خيرة فرسان العرب، كلما جندل منهم أحد اندفع الآخر ليمسك بالخطام. بعد موت الجمل أمر علي محمد بن أبي بكر أن يضرب لأخته أم المؤمنين قبة، فكنت أول من دخل عليها. ماذا قالت أم المؤمنين يا قعقع؟ أتيت أبغي صلاحا وحقنا لدماء المسلمين، فبادرني بعض الجهلة على باب قبة هذه بكلام كرهت سماعه. ماذا قالوا يا أم المؤمنين؟ قال أحدهما: يا أمنا توبي فقد خطيت. وقال الآخر: إنك لأعق أم نعلم. كذبا والله. ذهبت إلى أمير المؤمنين وأخبرته بما حدث، فغضب أشد الغضب وأمرنا بالرجلين، فجيء بهما وأمرني بجلد كل منهما 100 جلدة، فجلدتهما. هل بقيت أم المؤمنين في البصرة؟ لا، جهزها أمير المؤمنين بكل ما تحتاجه من مركب وزاد ومتاع، وأخرج معها 40 امرأة من نساء البصرة المعروفات، وسير معها أخاها محمد بن أبي بكر، وبعث معها رجالا لحماية موكبها. يا بني، لا يعتب بعضنا على بعض، إنه والله ما كان بيني وبين علي في القديم إلا ما يكون بين المرأة وأحمائها، وإنه عندي لمن الأخيار. يا أيها الناس، صدقت والله وبرت، ما كان بيني وبينها إلا ذلك، وإنها لزوج نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. وغادر الموكب إلى مكة، الكثير من المسلمين سقطوا شهداء في هذه المعركة من هنا ومن هناك، غفر الله لهم جميعا. بلغني بعد ذلك عن أم المؤمنين عائشة أنها كلما ذكرت ما وقع في الجمل جعلت تبكي حتى تبل خمارها. أتعلم ما قاله علي وعائشة بعد معركة الجمل؟ ماذا قال؟ قال: كل على حدة، والله والله لوددت أني مت قبل هذا اليوم 20 عاما. هل استقام الأمر بعد ذلك لأمير المؤمنين علي في البصرة؟ نعم، وبايعه الناس على راياتهم قبيلة قبيلة. من ولى عليها؟ عبد الله بن عباس، وعلى خراجها زياد بن أبيه. نعم الخيار والله، فعبد الله بن عباس رجل عيم وفام واستقامة وحلم. دخلت إليه وقلت له: يا أمير المؤمنين، أية منزلة وسعتك إذ قتل عثمان ولم تنصره؟ فقال: إن عثمان كان إماما، وإنه نهى عن القتال، وقال: من سل سيفه فهو ليس مني، فلو قاتلنا دونه عصيناه. وسألته: أية منزلة وسعت عثمان إذ استسلم؟ فقال: المنزلة التي وسعت ابن آدم إذ قال لأخيه: لأن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. نعم بالله، والله إنه لدرر الكلام وجوهر المعاني.
ما وصف أحد عثمان رحمه الله بأجمل من هذا الوصف. أهلا بالأشعث بن قيس وبجرير بن عبد الله. بارك الله فيك يا ابن عباس. أتدري لما أرسل أمير المؤمنين في طلبنا؟ ادخلا واسمعا مني. تفضلا. أهنا يقطن أمير المؤمنين؟ نعم هنا يقطن. وفيما عجبك؟ لما لم يقطن في القصر الأبيض؟ دار الأكاسرة وجوهرة بلاد فارس. الحق أنه عرض عليه ذلك عند نزوله الكوفة. أبى. قال إن عمر بن الخطاب كان يكره النزول فيه. وأنا أكره نزوله لذلك. تفضلا بالدخول، سأغيب لبرهان. تفضلا. ثم طلحة بن عبيد الله ثم الزبير بن العوام وسألتهم إن مات عثمان فمن تشيرون علي أن أبايع فأجمعوا على علي بن أبي طالب الثلاثة نصحوني بمبايعة. ما أخبار أذربيجان؟ على خير ما يرام. أخذت لك البيعة منهم يا أمير المؤمنين ونحن الآن طوع بنانك فيما تأمرنا به. الحمد لله، لقد بايعت الأمصار كلها، لم يبق إلا معاوية في الشام لم يبايع. وما العمل الآن يا أمير المؤمنين؟ سأرسل إليه مجددا رسولا يدعوه إلى البيعة وحقن الدماء. كم تحليت بالصبر والحلم يا أمير المؤمنين، ما عدمت وسيلة لجمع شمل المسلمين إلا اتبعتها، لكن أخشى على صبرك أن ينفد. يا أشعث، هم مسلمون ونحن مسلمون، وأنا أمير المؤمنين أي أميرهم. والله أخشى على أي مسلم عند معاوية خشيتي على من معي. لا بد أن مقتل عثمان رحمه الله أثار شجون الناس وعواطفهم. علينا التروي والحلم حتى تبرأ الجروح وتشفى النفوس. يا أمير المؤمنين، إن بيني وبينه ودا، أرسلني إليه علي أستطيع أن أقنعه فأخذ لك البيعة منه. سر على بركة الله. سأنتظر قليلا حتى يأخذ الدواء مفعولا. بعد المنقوع الذي شربته ما هذا المنقوع الذي أعطيته إياه؟ سيدي أمرني بتحضيره وتقديمه له قبل أن يغادر لرؤية مريض. لديك براءة؟ سيدي لديه براءة، أما أنا مجرد عبد أسأله. أيها الوغد يا ولدي، غادرة غادرة. أتترك ذلك الطبيب ينجو بفعلته؟ ألن تقتص منه؟
الاقتصاص يا ولدي من حق أمير المؤمنين، إن اقتصصت منه أنا ردعته، وإن اقتص منه أمير المؤمنين ردع الأطباء جميعا. كم اشتقت إليك يا جرير بن عبد الله، وكم أحن إلى أيام المدينة. سقى الله تلك الأيام، مرت ولن تعود. هذا كتاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إليك أيها الأمير. وقد أكثرت الحديث في أمر قتلة عثمان، فادخل فيما دخل الناس فيه وبايع، ثم حاكم القوم إلي أحملك وإياهم على كتاب الله تعالى. يا معاوية، إنك رجل عاقل حليم، فلماذا لا تبايع أمير المؤمنين فتجمع شمل الأمة وتحفظها من التشرذم والانقسام وتكسب خيري الدنيا والآخرة؟ أنا لا أنازع الأمر ولا أدعي أن لدي الحق بذلك، لكن عثمان قتل مظلوما ولابد من تنفيذ حكم الله في القتلة. فهل بايعته أولا ثم طلبت القصاص لاحقا؟ أنا وأهل الشام جميعا نرى تقديم حكم القصاص على البيع. فكيف تطلب القود والقصاص وأنت لم تبايع عليا ولم تعترف به خليفة؟ إني لا أعلم أنه أفضل مني وأحق بالأمر مني، لكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما وأنا ابن عمه والمطالب بدمه؟ فأتوه وقولوا له ليدفع إلي قتلة عثمان وأنا أسلم له. لسنا في الجاهلية يا معاوية لنفأر لأقاربنا. القصاص حق ولي الأمر، فكن حفظك الله مفتاح الخير، تجمع أمر الأمة بعد فرقتها، ويكون لك بذلك الأجر العظيم. يا جرير، إن الطريقة التي قتل بها عثمان تقشعر لها الأبدان، وأهل الشام لا يرضون غير القصاص بديلا. يا معشر البياطرة والمطببين، من عالج منكم إنسانا أو دابة فليأخذ لنفسه البراءة، فإنه إن عالج شيئا ولم يأخذ لنفسه البراءة فعطب شيئا ممن يعالجه فهو له ضامن، والطبيب الذي لا يشرف على من يعالجه لا يلومن إلا نفسه. أيمكن بحادثة قتل عثمان أن تولد كل تلك الحروب والفتن؟ نعم يا ولدي، قتل عثمان كان كخرق في سفينة الإسلام، بدأ الخرق يتسع والماء يطغى على السفينة، واختلف المسلمون فيما بينهم أيرتقون الثقب أو يقضون على الدود الذي أحدث الثقب. إنني في حيرة عظيمة مما وقع بين المسلمين يا أبي، أرجو أن تساعدني في فهم ما جرى. سل يا بني، سل ما بدا لك. بعد مقتل عثمان رحمه الله وقعت فتنة، أريد أن أفهم ما وقع بين أمير المؤمنين ومعاوية. يا بني، لا يحق لمعاوية أن يمتنع عن تسليم ولاية الشام بدعوى أن القصاص يكون أولا، ولو سكت أمير المؤمنين عن ذلك لم يبقى وال إلا واستقل بولايته بدعوى أنه صاحب مظلمة. لكن معاوية يرى أنه على صواب. الصواب يا ولدي أن يبايع معاوية ويسلم الشام، ثم يرفع الأمر إلى أمير المؤمنين ليقضي فيه بكتاب الله وسنة رسوله، فإن لم يحكم أمير المؤمنين بالعدل وحاشاه ذلك، عند ذلك تكون لمعاوية حجة، أما أن يمتنع بالشام هكذا فلا، فولاية الشام ليست ملكا له بل هي ملك للأمة، وولي الأمر هنا يقوم مقام الأمة وهو أمير المؤمنين.
لكن معاوية وأهل الشام لم يبايعوا، فكيف تلزمه البيعة؟ إن بيعة أمير المؤمنين صحيحة، فقد بايعه كل من في المدينة بيعة رضا بدون إكراه. قد كنت شاهدا، وهكذا كانت بيعة من قبله. قد كنا في الجهاد عندما بلغتنا وفاة الصديق وبيعة عمر، فالتزمنا بها ولم نحضرها. كذلك الحال كان مع عثمان رحمهم الله جميعا، ولم يحتج أحد، لا من الولاة ولا من غيرهم، بأنه لم يبايع. فشرعية بيعة أمير المؤمنين علي مبنية على شرعية بيعة من قبله، ومعاوية يثبت صحة بيعة أبي بكر وعمر وعثمان من بيعة أهل المدينة لهم. فعندما يرفض في بيعة علي وقد تمت بنفس الطريقة، فقد ناقض نفسه. أصحيح قولي يا ولدي؟ أصبت، لكن لماذا يعزل أمير المؤمنين معاوية عن الشام؟ يا ولدي، من حق الأمير بعدما ثبتت ولايته أن يعزل من يرى المصلحة في عزله، ويولي من يرى المصلحة في توليته، كما عزل عمر خالد بن الوليد وولى أبا عبيدة، كذلك فعل عثمان رحمهم الله جميعا. لا تقلق أيها الرجل، فأمير المؤمنين في طريقه إلينا. آمل ذلك. أنت ضيف أمير المؤمنين وتنزل داره، إن كانت لك حاجة أستطيع قضاءها قضيتها لك. لدي مشكلة لا أعلم إن كنت تستطيع مساعدتي فيها. ما هي؟ حصلت خصومة بيني وبين أحد الناس، ورفعت الخصومة إلى القاضي شريح، وأنا صاحب حق وأنزل في دار أمير المؤمنين ضيفا. أهكذا تعامل الضيوف؟ يا شريح، لسانك عبدك ما لم تتكلم، فإذا تكلمت فأنت عبده، فانظر ما تقضي وفيما تقضي وكيف تقضي. يا أمير المؤمنين، الخصومة التي حدثتك عنها وقعت. السلام على أمير المؤمنين. السلام على أمير المؤمنين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل لك حاجة نقضيها لك؟ فللضيف حقوق علينا ما دام مقيما في دارنا. يا أمير المؤمنين، قاضيك شريح. ما به؟ إنه أحد الخصمين الذين حدثتك عنهما قبل قليل. أخصم أنت؟ نعم. إذن ارتحل عنا، لا كرها بك ولا ضيقا من ضيافتك، لكن وجودك في دارنا يمنحك مزية على خصمك، ويوهم خصمك أن لك فضلا عليه، ونحن نهين أن ننزل خصما إلا مع خصمه، لإحقاق العدل والمساواة بين الخصوم. هل ترى أن من لوازم البيعة لأمير المؤمنين أن نقاتل معه من يقاتل؟ الحقيقة يا ولدي، أنا لا أرى أن القتال من لوازم البيعة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، بل الطاعة بالمعروف. لكني مقتنع بصحة رأي أمير المؤمنين في خروجه، وإلا لما خرجت معه. ولا أرى في أمر أمير المؤمنين قتال أهل الشام إذا أصروا على رفض البيعة وتسليم الشام معصية. ولم ينبع موقفي في نصرة أمير المؤمنين إلا نتيجة اجتهاد أعتقد صوابه، وأقابل به وجه ربي يوم القيامة. لقد كنت أميل يا أبي إلى اجتهاد سعد بن أبي وقاص بكف اليد عن أي قتال يقع بين المسلمين. عندما بايع المسلمون أمير المؤمنين عليا، صار من حق الأمة عليه أن يحافظ لها على وحدتها وقوتها. لا يجوز له أن يسكت على انقسام بلاد المسلمين. وكيف؟ كيف لأمير المؤمنين أن يحقق للمسلمين وحدتهم وهم قعود في بيوتهم، إذا لم يقوموا معه يعاونوه وينصروه؟ لكن هذا فيه سفك الدماء بين المسلمين، وهناك الكثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينهى عن القتال في الفتنة. أما أحاديث الفتنة التي أشرت إليها، فبعضها مخصصة لبعض الصحابة بذاتهم،
قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن الاشتراك في الفتنة، ليست لعامة المسلمين، لأمر يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده. ماذا نفعل في مسألة سفك الدماء بين المسلمين؟ يا أسماء، لو كان الواجب في كل اختلاف يقع بين فريقين من المسلمين الهرب منه ولزوم المنازل وكف اليد لما أقيم حد ولا أبطل باطل. ثم استدعى معاوية عمرو بن العاص ورؤوس أهل الشام واستشارهم، فآلوا على أن لا يبايعوا حتى يقتل قتلة عثمان أو أن تسلمهم إليهم، فإن لم تفعل فلن يبايعوك، وإن قاتلتهم على البيعة قاتلوك حتى يفنوا عن آخرهم. صبر جميل والله المستعان. سأذهب إلى قرقيس يا أمير المؤمنين إن لم تكن لك حاجة بي. توكل على الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أتترك أمير المؤمنين هكذا بثوبه الذي قدم به من المدينة؟ إنه يرتشف من البرد تحت أسماله بارية. قل له أنت ذلك، فقد استيقظ للتو. يا أمير المؤمنين، لقد جعل الله لك ولأهل بيتك في هذا المال نصيبا، وأنت تصنع بنفسك ما تصنع، فارحم نفسك وصنع عافيتك. والله ما أرزقكم من مالكم شيئا، وإنها لقطيفة التي خرجت بها من منزلي من يوم توليت الخلافة لم أغيرها. ألن تشاركنا في مسيرنا إلى الشام يا قعقاع؟ هل عزم أمير المؤمنين على ذلك؟ نعم. لم ولن أتأخر عن نصاتك إن شاء الله يا أمير المؤمنين. بلغني خروج علي على رأس الجيش المتجه إلينا، كما ترى يا ابن العاص. أرى أن تخرج إليه بنفسك أيها الأمير، فقد بلغني أن القبائل تلتحق بجيش علي أثناء مسيره إلينا، فإن خرجنا إليه واجهناه خارج الشام والتحقت بنا القبائل على الطريق. بك اللهم أصول وبك أجول وبك أسير. هل تعيد لي يا أمير المؤمنين الدعاء الذي قلته؟ نعم، احفظه وردده، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما أراد السفر قال: اللهم بك أصول وبك أجول وبك أسير. ابقى قريبا مني أيها القعقاع، فقد عهدت فيك حكمة وسداد رأي أرجو أن تصلح بهما ما يعتور المسلمين من فتن.
اهدئي يا ابنتي اهدئي، فابناك لم يعودا صغيرين. كيف اهدأ؟ كيف اهدأ وهما يغيبان عني اياما وليالا؟ الاول يطيل المكوث في مسجدي يتابع العلم، والثاني لا يترك الصيد والفروسية، يغيب اياما يصيد الغزلان. من شابه اباه فما ظلم، لكن ابوهما كان يلتزم البيت عندما لم تكن هناك احداث تشغله عنه. ما لزم البيت الا بعد ان تزوج. ابنك صار في سن الزواج، ولا اظن الامر بخاف عليك. الزواج يحصنهما، ولا اجد عائقا يمنع زواجهما. نطقت بالصواب يا عمه، نطقت بالصواب. اكتب ايها الكاتب. من عبد الله معاوية بن ابي سفيان الى امبراطور الروم، بلغني قدومك الى بلادنا طامعا فيها، والله لئن لم تنتهي وترجع الى بلادك يا لعين لأصطلحن انا وابن عمي عليك، ولا أخرجنك من جميع بلادك، ولا أضيقن عليك الأرض بما رحبت. وصلنا إلى صفين بداية ذي الحجة، فوجدنا جيش معاوية سبقنا إليها، ونزل في المكان الفسيح من صفين، ولم يجد أمير المؤمنين لجيشه منزلا إلا مكانا وعرا تغلب عليه الصخور فنزل فيه. ولم تكن هذه المشكلة الوحيدة التي واجهت أمير المؤمنين. يا أمير المؤمنين، نزل جند الشام على الماء وهم يمنعون رجالنا وروده. انطلق أيها الأشعث بألفين من الرجال حتى تزيل القوم عن أماكنهم وتجد لنا طريقا نستقيم له. السمع والطاعة يا أمير المؤمنين. جند العراق يريدون الوصول الى الماء عنوة. وهل منعوهم؟ نعم. خلي بين اخواننا وبين الماء يا ابا عبد الله، فان الماء لا يمنع. توقفوا ايها الرجال، توقفوا، دعوهم يشربون الماء. بعد انسحاب جند الشام أتيحت لنا السيطرة على مكان الماء، فوردنا الماء، فأمرنا أمير المؤمنين أن لا نمنع الماء عن أحد، وأن نستقي نحن وإياهم على السواء. وصرنا وإياهم نزدحم عليه، لا يكلم أحد أحدا، ولا يؤذي إنسان إنسانا. عسكر هؤلاء القراء في ناحية من صفين كي يبذلوا الجهود والمساعي في إبرام الصلح بين الطرفين. ولكن مساعي القراء في الصلح فشلت، كما فشلت مساعي غيرهم، فبدأ القتال بيننا. واستمر متواصلا طوال شهر ذي الحجة، ولكنه كان قتالا محدودا على شكل كتائب صغيرة. كان أمير المؤمنين حريصا على عدم إنشاب القتال، لذا
وضع أمام كل قبيلة في جيش معاوية ما يقابلها في جنده، فوضع أمام ربيعة التي مع معاوية من مع أمير المؤمنين من ربيعة، وهكذا مع سائر القبائل، كي يتورعوا ويحجموا عن القتال أملا في وقوع الصلح وحرصا على دماء المسلمين، إذ إن اشتباك الجيشين بكامل قوتهما سيؤدي إلى الهلاك والاستكسار. وما إن دخل الشهر المحرم حتى بذر الفريقان إلى الموادعة والهدنة طمعا في صلح يحفظ دماء المسلمين، فأرسل أمير المؤمنين عدة رسل إلى معاوية يدعوه إلى الطاعة والمبايعة، لكن جواب معاوية كان واحدا: الاقتصاص من قتلة عثمان أولا ثم البيعة. طال مكوث الجيشين في مواقعهما متواجهين طوال شهر محرم، حتى فقد الطرفان الأمل في أي صلح، حتى كان آخر يوم في شهر محرم. يا أمير المؤمنين، شهران مرة ونحن على ما قدمنا عليه، مر ذو الحجة ونحن وإياهم نتناوش القتال في كل يوم، جماعة منا تقاتل جماعة منا، ومر المحرم بدون قتال أو مواجهة، تكاتبهم ويكاتبونك، هل أسفر ذلك عن شيء؟ اعتصمت بالصبر والأنات، عسى الله أن يمن علينا بالسلام والأمان، ولقد أعذرت، لم أعدم وسيلة لبلوغ الصلح إلا اتبعتها، لكن لكل شيء أجل، والله يفعل ما يريد. أرجو أن لا يكون صبر أمير المؤمنين قد نفذ، لقد حاورتهم وحادثتهم، لكنهم ما زالوا يتمنعون ويتمسكون بتسليم القتلة لهم. أرجو أن يكون تمنعهم نابعا من ثقتهم في حرصنا على أرواح المسلمين. نادوا مرثد بن الحارث الجشمي. لم أفهم ما يرمي إليه أمير المؤمنين. الأنات والحلم الذي أبديته قد يكون فهم منهم وهنا أو إحجاما عن القتال، إن أظهرت لهم الحزم والجد قد يرعبوا ويحكموا العقل، وهذا ما سأفعله، وأرجو من الله أن ينجح هذا في لجم تمنعهم. مرثد، أخرج إلى القوم نادي فيهم، ألا إن أمير المؤمنين يقول لكم